الرحمن الرحيم. اليوم لدينا شرح طريقة تحويل متصفح جوجل كروم في الآيفون إلى مثل الكمبيوتر، بحيث أن يعرضك الصفحة كاملة ولا يعتبرك جوال آيفون. طيب، نروح على جوجل كروم مثلا. هذا موقع سبيد تيست، بمجرد ما أدخل يطلب مني يبغاني أحمل البرنامج في الآيفون. طيب، إذا كنت أبغى أشغل الموقع بدون ما أحمل البرنامج، نضغط على 3 نقاط. هذه هي الخاصية Request Desktop Site، أو يمكن هي التبديل إلى الكمبيوتر أو سطح كمبيوتر أو زي كذا. نضغط. الآن راح يفتح معنا الموقع ب الطريقة العادية زي ما تشايفين الآن، فك معنا الموقع بالطريقة العادية، حتى بمجرد ما أضغط جو شغال بطريقة عادية. كان معكم أخوكم خادم مناري، والسلام عليكم.